بسم الله الرحمن الرحيم، اسك ديفلوبر بودكاست، الحلقه 39 تقريبا، مش فاكر الرقم بالظبط، تقريبا 39.39 النهارده ان شاء الله معانا جيست، لاول مره بقى لنا فتره ما عندناش جيست. النهارده معانا محمد تيسير. محمد تيسير بيطلع معانا كتير قوي، اللي هو ما اعتقدش بقى جيست يعني شويه فاكر عامل الفجأة وصلاح. بس النهارده يعني زي سبيشال ايفنت، كنا عايزين اول حاجه نبارك محمد تيسير ان هو جوين جوجل تيم في زيورخ. وهو ابتدى بقى بحوالي شهر يعني، بس هو يعني احنا استنينا لحد ما هو يبقى سيتل داون بشكل كويس بحيث نقدر نتكلم عن الموضوع. النهارده معايا برضو عمرو الديب، ياسر احتمال يجوينن حسب الوقت. فيعني النهارده ان شاء الله هنتكلم بشكل بسيط عن الاكسبيرينس بتاعت الانترفيوينج فور جوجل، البروسيس نفسها ايه، لو انت ناوي في يوم من الايام ايه اللي تستعد بيه، لو انت مثلا جوه حديث الانترفيو او البروسيس محتاج مساعده في ازاي تحسن مستواك او ازاي تحسن فرصك يعني، تعمل ايه. فدي كلها حاجات ممكن نبتدي بيها. فعادة صباح ومساء على الناس اللي معايا على الهانج اوت، اقول لهم مساء الخير صباح الخير، واقول لتيسير ثاني مره ثانيه مبروك. وعايزين بقى كده ايه نبتدي. انت بدايه الموضوع جاي معاك ازاي؟ هل مثلا انت قدمت على بوزيشن موجود متاح، ولا في حد كان جوه الشركه عمل لك ريفيرال، ولا ايه؟ جت ازاي البدايه؟ جت ازاي؟ بس بسم الله الرحمن الرحيم. الاول الفكره انا متخرجين طبعا بقالنا سنين طويله قوي، عجزني طبعا يعني يعني نص انا شعره وقع والنص الثاني شعره ابيض وحاجات غريبه. ايوه بالظبط، بقالنا 10 سنين اهو، ده فول تايم كده. فالفكره دلوقتي انت قدامك اوبشن من اثنين في مصر، اما انت تخش تكمل كتكنيكال كارير باث او تكمل كمانجمنت. المانجمنت في مصر موجود يعني، بس هي الفكره انا رايي الشخصي طبعا هو الموضوع بيختلف من واحد تاني، في ناس بتحب المانجمنت وبتكمل فيه وده اوبشن مفيش اي مشكله يعني، بس انا بالنسبه لي اولا انا حابب التكنيكال كارير باث. شايف ان في مصر في ناس بيبقى عندها بوتنشال تكنيكال حلو قوي، بس ان هو عشان يخش مانجمنت بعد كده هو بيضيع كل اللي اتعلمه وخلاص، ما فيش حد عنده تكنيكال اكسبيرينس كبيره قوي. تمام، كل واحد اخره ايه 5 6 7 سنين قوي وبعد كده السلام عليكم. فانا عشان اكمل تكنيكال كارير باث انا مضطر ان انا ادور بره مصر. فكان عشان ادور بره مصر طبعا مش بدات ادور في شركات كبيره كتير يعني، دورت في مايكروسوفت وجوجل وفريديفاي وادوب، بعت لهم بعت شركات كتير قوي يعني، كتير قوي، بعضها كبير بعضها متوسط يعني حاجات مختلفة. فدي كانت أول حاجة. تانية وفي نفس الوقت أنا عايز حاجة اللي هو أتعلم منها أزود يعني فرصة في جوجل حلوة أو في مايكروسوفت مثلا إن أنا أعمل بروجيكتس تخدم ملايين الناس وأشوف الإفكت بتاعي مع الناس دول وهتعلم منهم يعني سكيل، مثلا لما أنا بخدم 10 أو 100 أو 1000 غير لما بخدم مليون واحد، وحجم الداتا اللي انا بتعامل معاها اكبر بكتير قوي. فده السبب الاساسي اللي انا كنت بدور فيه على شغل بره مصر. طبعا بدور من امتى؟ مثلا من 2008 تقريبا او 2009 وانا بدور. زي ما اقول لك انترفيو في مايكروسوفت ما نجحتش فيها، عملت في ديفاي مرتين ما نجحتش، او نجحت تكنيكال وما نجحتش في سموها ايه بيرسونال سكيلز تقريبا او حاجه. في جوجل برضه عملت اول مره وما نجحتش فيها، واللي نجحت فيها دي تعتبر تاني مره. فالحمد لله يعني، ويمكن ده شجعني ان انا عايز اتكلم في الموضوع، ان انا حاسس ان في ناس كتير قوي كويس، ناس ممتازين وممكن يقدروا يخشوا يشتغلوا في جوجل وفي مايكروسوفت، بس نسبه كتير قوي من الناس بتبقى قلقانه مش عارف ليه. خايف بقى خوف طبعا، هو بيبقى في نوع من الخوف، وفي ناس بتجرب مره زي ما تقول جرب مره وما ما جاتش خلاص يعني. مع ان انا اغلب الناس اللي بشوفهم سواء في مايكروسوفت ولا في جوجل ولا في اي شركه بيبقى غالبا دي يمكن تاني او ثالث او رابع مره بيقدم علشان ايفنتشوالي جيت ان. انا شخصيا مثلا عملت انترفيو 3 مرات قبل ما ابتدي في مايكروسوفت اول مره. ف it happens عادي انك انت اول مره خالص بتنترفيو في مكان
مش لانك انت مستواك وحش، لا، هي الفكره انك انت ما بتعرفش الانترفيو ازاي. الانترفيو في حد ذاتها عامل زي الامتحان. لو انت زي ما كنا في ثانويه عامه مثلا ولا في الجامعه، عشان تخش الامتحان بتحل امتحانات الاول، يعني عشان تعرف الامتحان بيجي ازاي. انت ممكن تكون مذاكر كل حاجه مش عارف الامتحان بيجي ازاي. هي نفس الفكره، انت ممكن تخش انترفيو اول مره تعرفش الامتحان بيجي ازاي يعني، ما تبقاش فاهم ايه الطريقه الصح اللي تعملها. فلما تعمل انترفيو اول مره وتلاقي نفس الموضوع مش ماشي كويس، فتذاكر شويه بطريقه مختلفه وبعد كده تخش تاني. فاهم، حاجه المثابره يعني، انك انت تجرب مره واثنين وثلاثه، ما ركش حاجه يعني. الفكره بالظبط، انت مش خسران حاجه يعني، هو ايه اللي هتخسره حاجه؟ هتعمل انترفيو ما نجحتش فانت هتفضل في الشغلانه اللي انت فيها يعني. ما فيش بلاك ليست، ما فيش حد هيعلم عليك علامه سوداء مثلا او هيقول لك حاجه. وطالما انت ما اتحرشتش بالانترفيو فما فيش حد هيحطك في بلاك ليست. هو برضو اللي كمان ممكن بيلعب دور هو الوظيفه نفسها اللي بتقدم فيها. يعني احنا تمادي بنقول ان انت بتانترفيو في جوجل او بتانترفيو في مايكروسوفت او اي شركه من الشركات الكبيره دي هيت، لكن صحيح هو في العمليه نفسها بتاعه الانترفيو هيها بشكل كبير من اي مكان في اي ديبارتمنت الشركة دي هي طالبة فيه وظيفة، لكن في النهاية كل ده بيؤدي إلى وظيفة معينة. فبرضو الوظيفة اللي أنت بتقدم فيها دي هي بتفرق. أنا مثلاً أنت كنت تيسير كنت بتقول إن أنت كنت بدأت الموضوع ده هو 2008-2009، النهاردة أنت مختلف عن ما كنت في 2008-2009. ده إحنا بنتكلم في 5 سنين مثلا، مهاراتك زادت بمقدار 5 سنين، قدراتك الشغل اللي انت عملته السايد بروجكتس اللي انت عملتها برضو اختلفت من 5 سنين. فحتى لو كانت الوظيفة اللي انت بتقدم فيها النهاردة هي نفس الوظيفة اللي كنت بتقدم فيها من 5 سنين، انت النهاردة مور كواليفايد ان انت تقدم على الوظيفة دي. انا مثلا حصل لي ان انا الشركة اللي انا شغال فيها دلوقتي أنا كنت قدمت فيها قبليها بحوالي 2 سنين قبل ما أخد الوظيفة اللي أنا فيها النهاردة. كنت قدمت في نفس الشركة بحوالي 2 سنين، لكن الوظيفة اللي كنت قدمت فيها أول مرة كانت Senior Architect، كانت هي دي الوظيفة الوحيدة اللي كانت available في الوقت ده هوت، وكانت في نفس المدينة اللي أنا كنت فيها، وكانت هي دي الحاجة الوحيدة اللي available. و انا ما كنتش قبل كده هوت اركتكت، انا كنت قبل كده بس ديفلوبر، لكن طلبوني ان انا اعمل انترفيو، وانا بصراحه كنت يعني متفاجئ جدا ان هم يطلبوني. انا يعني انتوا متاكدين؟ بس طالما انتوا متاكدين ان انتوا عايزيني اجي اعمل انترفيو انا مستعد اروح، انا ما عنديش مشكله. لكن كان واضح ان هي وظيفه ما تناسبش المهارات بتاعتي. بعد كده هوت لما جالي بعد كده هوت وظيفه مناسبه شويه لمهاراتي، development support consultant، الوظيفة اللي أنا فيها دلوقتي دي هي حاجة تناسب قدرتي. فرغم أن أنا كنت عديت كويس في الانترفيو نفسها، لكن الوظيفة اللي في النهاية ممكن ما تناسبش قدرتك. فإن أنت تقدم مرة أو تقدم مرة كمان، كل مرة بتبقى مختلفة، كل مرة الظروف بتبقى مختلفة. أنت مش صحيح أنت بتقدم في نفس الشركة، الأشخاص اللي أنت بتشوفهم مختلفين، الظروف اللي أنت بتقدم فيها مختلفة، انت نفسك بقيت مختلف بمرور الوقت. بالضبط، انا متفق معاك. يعني انا برضه حصل لي حركه كده. اول مره عملت ابلاي في جوجل، انا كنت بعمل ابلاي في كل البوزيشنز تقريبا اللي ممكن افيد فيها، ديفلوبر، ايفانجليست، حتى عملت ابلاي في تيستر. اول مره جات لي الانترفيو، جات لي على سوفت وير انجينير تيست. فالمهم عملت انترفيو مع الراجل، قلت له بص من الاخر كده انا عايز اطلع على الكونديشن بتاع الديفلوبر. قال لي طيب اوكي. عملنا الانترفيو على تيستر، ما نجحتش فيها، بس الراجل عمل لي ريكومنديشن ان انا اعمل انترفيو بتاع الديفلوبر. تمام، عملتها وعدت الفون انترفيو، وصلت للاون سايت انترفيو، بس هي دي اللي وقعت فيها. بس المره الثانيه بقى ايه، الحمد لله كانت على الديفلوبر من الاول يعني، وهي دي اللي نجحت فيها الحمد لله. وحتى برضو اللي حصل ان كنت عامل ابلاي على بوزيشن في امريكا نفسها، بس الفيزا ما جاتش، فهم نفسهم برضو دوروا لي على مكان تاني اشتغل فيه جوه الشركه، وعرفت الحمد لله جت الفيزا بتاع سويسرا، فجيت على هنا.
هي اه فاهم ما بتبقاش بالظبط كده، والفكره ان الواحد بيتعلم في الطريق، بس الفكره لو الواحد ما جرأش في الاول وقال انا هخش واخد الحاجه ديت، يعني هو مش هياخد اكسبيرينس ديت. يعني اه اول مره انا كنت اللي ما نجحتش في الاون سايت عشان كنت قلقان، تمام، كنت اه طبعا مسافر او قلقان بانترفيو جوجل بقى وكده، فهو يعني شايف ده السبب الاساسي. لكن المره الثانيه الحمد لله كنت اهدى وعارف عم الموضوع، فهي دي اللي نجحت. يعني حتى لو حد سالني فبقول له انت جرب، لان في الغالب اول مره انت هتقع فيها، تمام، بسبب الهلع يعني. فقلت لو وقعت اوكي قشطه، يعني اللي هو جرب تاني هتخش وكده كده. حتى اللي يعني اللي بيجرب اول مره عارف بيجرب بعد كده، يعني كل لما لو حد مثلا جرب حتى لو ما نجحش اول مره، عارف هو جرب الرهبه بتاع اول مره دي انه بقى حس ان حاجه هولندية، لا هو بيلاقي هي انترفيو في الاخر، يعني اصلا هو مش هيجيب لك حاجه من المريخ يعني. وكمان في جزء كبير الناس ما بتبقاش واخده بالها احيانا ان هو هم عايزين ناس، يعني هم مش مثلا بيدوروا على الناس عشان يسقطوهم في الانترفيوز، هم بيحاولوا ان هم ينجحوهم. يعني هم هو بيبقى عايز فعلا حد هم اللي هو بيدور عليه، ايه اللي بيخليه يروح يدور بره امريكا وبره اوروبا وبره كل ده، بيجي يدور على ناس في مصر وفي الهند وفي الصين وبتاع، هو عايز ناس فعلا. فانت مش مثلا ده حاجه خياليه انك انت تعدي انترفيو، هو متوقع انك انت اكيد هتعدي الانترفيو، يعني اتس فاين. حتى لو جت مره ما جتش معاك تاني، لما تقدم تاني مفيش النقطه اللي قالها تيسير بسرعه، ده مفيش بلاك ليست. في ناس كده مؤمنه عندها ان هو لو ما عدتش الانترفيو مره خلاص مش ما اقدرش اخش تاني، وده غلط. مفيش، هو عايز ناس تعدي. هم الناس كل احنا كلنا بنبقى عارفين ان الانترفيوز فيها جزء كبير حظ. انت ممكن ما تبقاش اول مره حظك جه بشكل مش مظبوط، انت يميها ما كنتش مستعد كويس، الاسئله ما كانتش متمشيه مع اللي انت تعرفه كويس. مش معنى كده انك انت لو ما عدتش انك انت not fit inside، هي ما لهاش علاقه. او لو عديت انك انت الاثنين برضو مش علاقه، بس اهم حاجه انك انت تبقى يعني الدنيا تبقى aligned شويه عشان تعرف تدخل. تاني لو عشان مثلا ما نبقاش بنعيد في نفس الكلام 100 مره، هو لا ما تخافش من التجربه. ولو جربت وما جاتش معاك مش معنى كده ما ينفعش تقدم تاني، بالعكس ممكن تقدم تاني وتالت وعاشر، تقدم في شركات تانيه في نفس الوقت. وكل مره بتقدم الفتره اللي انت قبلها بتستعد وبتذاكر ومش عارف ايه بتساعدك عامه، حتى لو مش هتخش الشركه دي، انت قبل ما تخش انترفيو وبعد ما تطلع من الانترفيو بقيت بني ادم مختلف بمجرد انك انت فتحت كتب وقعدت تذاكر وقعدت تقرا، بقيت مؤهل لحاجه اعلى من غير ما حتى تكواليفاي للوظيفه اللي انت بتقدم عليها اصلا. يعني فدي يعني برضو علشان تبقى برضو التجربه في حد ذاتها مفيده، برضو يبقى الواحد يبص ليها ويشوف هو يعني اتعلم منها ايه. انا اتعلمت منها مثلا ان انا شفت طريقه الانترفيو كانت عامله ازاي، انا اتعلمت منها ان هي دي السكيل اللي النهارده مطلوبه ومحتاج ان انا تكون عندي علشان اقدر اني اخد الوظيفه دي او اترقى في الكارير بتاعي او اتقدم في الكارير بتاعي. فبرضو يعني كل وظيفه هي عباره عن تجربه، وكل تجربه الواحد بيطلع منها بدرس معين. طيب ممكن ننقل على نقطه تانية، يعني اللي هو مثلا بما انك يعني لسه بادئ، ايه اكتر حاجه حسيت ان هي مختلفه في جوجل عن اي شركه اشتغلت فيها قبل كده؟ يعني اللي هي النقطه اللي انت حسيت بيها هي ليه جوجل جوجل وليه الشركات الثانيه مش جوجل؟ يعني بص، هو في نقط كتير. اول حاجه ان هما بيهتموا بالناس بتوعهم قوي، بيهتموا بيك يعني صحتك مثلا، بيهتموا ليه ان هم يشافوا عليك على اكل، يعني من ضمن حاجات مثلا اللي بيعملوها الاكل هو مش بيديك اكل وخلاص، يعني هو بيقول لك اه ايه الاكل ده مكوناته كذا، في كحول ولا لا، في لحم خنزير ولا لا، ايه المواد اللي داخله فيه، لو حد عنده حساسيه من حاجه معينه مثلا. هي حاجه تبان صغيره بس بتحسس هو قد ايه هم مهتم بالناس. يعني اه انا مسلم مثلا ما باكلش لحم خنزير، ببقى عايز اعرف الحاجه دي فيها لحم خنزير ولا لا. تمام، في ناس نباتيين مثلا اه بيبقى قدامه شايف علامه قدامه بتقول له الاكل دوت فيه ايه، نباتي ولا السعرات الحراريه عاليه ولا قليله ولا. دي حاجه من الحاجات الظريفه. طبعا كل الحاجات اللي الناس بتشوفها في الصور بقى، المناجيح والبلالين وميتنج رومز اللي اشكال غريبه، الحاجات دي كلها موجوده
بس هو عاملها في الاساس عشان انت تبقى انت شغال كده كده مش هتيجي هتقعد طول الوقت يعني مش هتقعد 7 ايام في الاسبوع بتنحلق المريحه بتنحلق البغليه يعني لذيذه وبتعمل جو حلو انت بنفسك بتبقى مبسوط كده كده انت هترجع تشتغل بعد كده بس بتبقى مستريح بتبقى برودكتيف في الشغل غير مثلا لو انت تخيل لو مخنوق من شغلك حتى لو مهما كان عندك وقت فانت مش هتبقى مبسوط يعني من الحاجة الثانية ان هما في الريلوكيشن هما ساعدوني قوي في الموضوع طبعا هما بيشيلوا بقى من جزء السفر بيدولك حاجة مؤقتة كده لحد ما انت تظبط حالك هنا في البلد وتدور لك على سكن دايم يعني دي من الحاجات الكويسة يعني طبعا مفيش كفيل هنا طبعا يعني دي من الحاجات الظريفة الفكرة انه طبيعي هو بيعمل كل حاجة ويقدر عليها هو صحيح الفيزا مش مضمونة 100% يعني انا قلت لك انا عملت ابلاي في امريكا والفيزا ما جاتش دي حاجة مش في ايدهم يعني بس كل حاجة تانية هم عملوها هم اديتهم الورق بتاعي كله قالوا لي هم عايزين في الاول واحد ورق بتاعك 1 2 3 4 اديتهم الورق كله هم عملوا ابلاي وتابعوا وقال لي على النتيجة او لا تمام ده طبعا بيجي دافع في ساعات ناس كتير قوي من مصر حتى للاسف في الشغلانه بتاعتنا يعني بيقول لك ان هو عايز ياخد فيزا في اي حته ويكسر فيزا وعياط في البلد بس بعد كده طبعا طالما انت قدامك فرصه كويسه تقعد باحترامك في البلد وتشتغل في شغلانه كويسه ليه وبعد ما تيجي تكسر فيزا تقعد تجري ونقعد نلعب على وحراميه بقى وهتشتغل ايه في الاخر يعني وبيضيع فرص على ناس ممكن تبقى بتيجي كويسه لان الفكره ان هي بتبقى بالنسبه للحكومه هي بتحسبها ستاتستيكال يعني اقول لك مثلا انا اديت 10,000 فيزا مثلا لدوله معينه بانهم مثلا 60% منهم اتكسروا فهعمل يعني ريجوليشنز اكتر بكتير على الدوله دي لان انا مش ضامن بقى مش كل شويه انا هقعد اصرف على ان انا ادور على الناس دي جوه البلد بعد ما بيخش فللاسف ده طبعا براكتس بيخلي الدول كلها بتخاف يعني بالظبط يعني انت لما تيجي تشتغل شغلانه كويسه ولا والحكومه والشركات يشوفوا المصريين شغالين في هنا شغلانات كويسه بروبات ان هو هو بيدفع لك مثلا مرتب وكده بس من الناحيه الثانيه هو بياخد منك شغل يعني هو مش جايبك وضرايب بالنسبه للدوله يعني هو يعني بالنسبه للدوله بتدفع ضرايب بالظبط يعني بالعكس هو لما بيجيبك هو بيجيبك عشان شايف ان انت عندك حاجه مش موجوده في الناس اللي في نفس البلد طبيعي انت طالما هتيجي هنا بقى اشتغل باحترامك لما انت تبقى كويس هيبقى في فرص ثانيه للناس اللي وراك انهم يجوا انما لو هتيجي تكسر فيزا ببلاش بقى وهتشحن على بلدك ثاني وفي الاخر حتى لما هتقعد هنا هتشتغل ايه يعني وانت كسر فيزا يعني. فعلا طيب برضو في بقى نقطه برضو عايزين نتكلم فيها هي ليه الشركات اللي زي جوجل ومايكروسوفت وفيسبوك وامازون الناس دي بيدوروا على ايه في الناس يعني ايه السكيلز والحاجات اللي ممكن تبقى اللي انت لو حاسس انها مش فيك محتاج انك تنميها او الحاجات اللي انت فيك محتاج انك انت تقويها ايه المتطلبات اللي انت شايفها كويسه هتخلي فرصك احسن لو بتقدم على حاجه زي كده حلو في كده حاجه اولا هو كان يعني دي كان ليها برضه يعني الحاجات اللي اقولها دي هي مش بس كانت عشان جوجل وانما كانت عشان الكارير بتاع الصفحه عامه اولا يعني هما بيبقوا عايزين حد عارف بياخد ما بياخدش اللي هو يعني مش شغل اللي هو يروح الساعه 9 يمشي الساعه 5 او 6 وانتهى الموضوع على كده هو عايز حد بيبقى حابب الشغلانه دي فعلا طب انت لو حاببها طبيعي انت هيبقى في نظام في حياتك بس انت هتبقى عايز تعمل حاجه زياده هتعمل تكونتريبيوت في حاجه اوبن سورس هتعمل سايت بروجكت ممكن تعمل ستارت اب كل الحاجات دي كويسه دي في جوجل مثلا بياخدوا بالهم من الحاجات دي قوي ان انت مش واحد اللي هو بيشتغل شغلانه عشان تاخد مرتب وخلاص لا انت حابب الحاجه ديت وبتاخد ريسك وبتقضي وقت زياده عشان تتعلم وعشان تطلع التالنت اللي جواك يعني انت مش بيدور يعني على التسويق بيدور ان يكون الباشنت على انا فاكر حتى احنا عملنا بودكاست قبل كده عن الباشنت ديفلوبر انا وتيسير قبل كده يعني الشيء ده مهم جدا فكره انك انت مش هدفه عشان بس تبقى النقطه واضحه هو مش هدفه انك انت هتقعد اوفر تايم او انك انت هتقعد اكتر من وقتك هو عايز بس يتاكد ان اللي انت بتعمله ده مش بتعمله لمجرد هي شغلانه بنجيب منها قرشين بس انا اصلا اي دونت كير
فلان الفكرة ان الناس اللي بتبقى قلبها على شغلها بيبان في شغلهم، لان فعلا مهما كان، مهما عملت تيستنج ومهما عملت يعني بروسس عشان تخلي حاجه كويسه، لو الناس جوه مش اصلا مهتمه او مش حاسه باهميه اللي بتعمله او مش فارق معاها، بيبان الحاجه انها كيرلس كده، فاهم؟ اللي هو نظام تلاقي حاجات بتضرب وحاجات مش مظبوطه وحاجات بطيئه، كل ده بيبان من ان هي الناس اصلا مش فارق معاها. يعني اللي بيخلي حد يقعد يدور على انالايز باج ولا يقعد يدور على باج مثلا بالثلاث اربع ايام، هتخلي لو واحد من دوزن كير تولع الدنيا. هو مش عايز ده، مش عايز الناس اللي هي تولع. النوعيه دي من الديفلوبرز بيبقى مانجمنت بتاعهم صعب جدا والبرودكتيفيتي بتاعتهم سيئه جدا، فهو مش عايز النوع ده. فهو نقطه ان هو بيبص اذا كان بيعمل مثلا مشاريع بره، ان هو بيعمل بيكونتريبيوت في اوبن سورس بروجكتس، ان هو عمل ستارت ابس مثلا، عمل حاجه زي كده، ده بالنسبه له بيبقى جود انديكيشن ان فلان ده مش محتاج حتى اللي هو اصلا يجيت بيد عشان يعمل اللي بيعمله. يعمل زي اللي بيحب يرسم ولا اللي بيحب يعزف مزيكا ولا حبي، هو بيعملها هيعملها تدي فلوس ما تديش فلوس، حاجه مالهاش علاقه بالموضوع، هو بيعمل اللي بيعمله نو ماتر وات يعني. ف خلي بالك كمان ان مثلا يعني عشان ناخد مثال معين، جوجل من الشركات اللي مشروعات كتيره من مشروعاتها الكبيره النهارده جت من مجهود موظفين عندها. يعني واحد من الناس الديفلوبرز بتوع جوجل عنده فكره وعمل الفكره دي هي زي سايد بروجكت او في ال 20% موضوع ال 20% اللي هو كل موظف كل مبرمج في جوجل عنده 20% من وقته يقدر ان هو يحطه في اي مشروع هو بيختاره. مشاريع كتيره جت من الوقت ده هو. فما بالك بقى بالفيتشرز اللي في البرودكت نفسها اللي هي جايه من انيشيتيف من المبرمجين نفسه، مش ان الشركه نفسها طالبه او المديرين طالبين خاصيه معينه او اضافه معينه في السوفت وير. لا، ده الديفلوبرز هم شايفين الفرصه وبياخدوا المبادره ان هم يعملوا الخطوه دي هي. فلما بيكون عندك مبرمج او شخص يعني عنده الفكره دي، عنده الاهتمام ده هوت، هتيجي تملي منهم الافكار دي هي، هتيجي تملي منهم المبادره دي هي. فده يعني هو ده اللي بيفرق ما بين حد مهتم او حد مش مهتم. بالظبط. يعني بالظبط كنت هتكلم برضو على نقطه ال 20% دي، وانا لسه طبعا عشان لسه ما دخلتش في حته ال 20% لسه محتاج اضبط وقتي طبعا الاول، يعني وراها حاجات تانية كتير اهم. بس هي من الحاجات اللي يعني قبل كده مثلا انا كنت بشتغل، يعني قبل كده كنت شغال في شركه ما كنتش حابب الشغل قوي، كان الدنيا مملله شويه. موضوع ان انا كنت بعمل سايد بروجكت بقى في حد ذاته كان عارف حاجه بتريحني انا شخصيا، بغض النظر بقى عن حتى لو ما بجيبش فلوس من وراها، وحتى لو بقعد وقت يعني دي بره وقت الشغل وبقعد وقت زياده، فدي حاجه بتخليني انا نفسي كويس حتى لما برجع لشغلتي الاصليه اللي انا مش حاببها قوي، لاني ببقى مستريح وكويس، بقيت اعرف اركز فيها اكتر وانجز فيها اكتر. ودي حاجه مهمه برضو ان تركز في الانجاز وان انت تميجر الحاجه بتاعتك. دي حاجه برضو تعلمتها ان انت يعني انا ممكن اقول انا عملت سوشيال نتورك مثلا، بس ممكن اعمل سوشيال نتورك يبقى انا الوحيد اللي استعملتها، وممكن اعمل سوشيال نتورك مثلا تكون بتخدم 100,000 واحد، او ان حقق او البروجكت اللي عملته حقق بروفيت كذا، او whatever ايه البنفيت اللي حققته، لازم برضو بحط في السي في بتاعتي احط ارقام توضح الايفكت اللي انا عملته دوت وصل لحد فين. يعني انا بخدم السيستم بتاعي ده بيخدم مثلا 10 مليون يوزر في مصر، او 100 مليون يوزر في العالم مثلا، او ان انا البروجكت بتاعي جاب بروفيت مثلا 15 مليون. او الحاجات دي بتبقى مهمه ان هي تبان ان انا عملت حاجه قدرت احقق هدف معين، لان كده كده هدف اي بزنس في الاخر ان هو يوصل يعني تارجت يوزرز او انه يوصل لبروفيت معينه. دي حاجه مهمه قوي. يعني التكنولوجيا بتبقى جميله، لكن انت محتاج ان انت تحقق فايده دي. دي حاجه برضو هما بيبصوا فيها. يعني برضو الحاجه اللي هما ما بيهتموش بيها قوي موضوع
هو معلش يا تيسير، هنا هو سؤال بس على الحته دي، هي اللي انت كنت بتقولها على انت قصدك ان انا احط الارقام ايا ما كانت الارقام، ولا ان انا احط الارقام وان الارقام دي هي تبقى كبيره؟ مش شرط كبيره، بس تبين الحاجه اللي انا عملتها. يعني انا عملت، انا بقول انا يعني مثلا انا كنت شغال في شركه اتصالات في مصر مثلا، تمام، فبقول ان انا كنت عامل سيستم، يعني بقول مثلا انا عامل سيستم البيمنت، من خلال السيستم ده الناس تدفع 100 مثلا 2 مليون جنيه كل يوم مثلا، يعني تمام. ده سيستم مهم بيعمل حاجه، تمام. انا ممكن اقول انا بعمل سيستم بيمنت، لا ما يعني سيستم بيمنت بس كده ما تبقاش واضحه قوي هو حجمه قد ايه، تمام. ممكن اقول انا عامل سوشيال نتورك، تمام. بس لو انا عامل سوشيال نتورك، بقول انا عامل سوشيال نتورك فيها مثلا 10 مليون اكتف يوزر، لا هنا تبين حجم الشيء ده قد ايه. مظبوط. يعني اتكلم عن الحاجه مش بس من ناحيه التقنيه، لكن كمان من ناحيه التاثير اللي عملته، مين استخدم ده هوت واستخدموه ازاي وكده هوت. فعلشان ابين واقع ده هوت او اثره على المستخدمين بتوعه. بالظبط كده. طب حتى لو انت حاسس ان الحاجه مش ناجحه جدا وخايف تحط الارقام، اصلا فكره ان هو بيشوف انك انت بتقيس نجاحك او بتقيس فشلك، بتقيسه الميجر، يعني الفكره انك انت بتميجر الحاجه دي حاجه في صالحك، مش اي حد يعني اساسا. انت ممكن تقول مثلا انا مثلا عملت زي ما كان محمد بيقول، عملت سوشيال نتورك وكانت ناجحه. طب ناجحه بانهي معيار؟ يعني هل ناجحه مثلا انك انت بتنافس تويتر ولا فيسبوك، ولا ناجحه انك انت عملتها انها طلعت اصلا؟ يعني في ناس بتبقى عندها مقياس النجاح انه خلص الحاجه، ماشي، بس ده مقياس، بس مش مقياس انت مش قايله اساسا، انت مش قايل مقياسك اساسا. فانا كده تكون حاطط مثلا انا عملت المشروع الفلاني، والمشروع الفلاني مثلا عمل ريفينيو اكس او استخدموه عدد معين من الناس، بتقول له الميجر. هو بقى يعتبره ناجح يعتبره فاشل، دي حاجه بتاعته. بس انت بالنسبه لك على الاقل انت اديته الانطباع انك انت بتعمل ميجرمنت للي انت بتعمله، او بتميجر الاتشيفمنتس بتاعته. ده في حد ذاته كويس، مش هتخسر حاجه في الاخر. يعني انك انت عملت برضو احسن من حد ما عملش اساسا. ف اتس جود بالظبط. هي الفكره، يعني لو انت عملت سوشيال نتورك وما نجحتش، هو محدش هيقول لك، يعني محدش هيجي يلومك هي ما نجحتش ليه. يعني عارف لو قلت ان هي ما نجحتش عادي جدا، يعني ما في، هتلاقي ناس كتيره جدا جوه عاملين حاجات اكتر، يعني فشلت اكتر من اللي انت عملته. بس الفكره لما انت تكون نجحت، بين نجاحك ده حجمه قد ايه، تمام. لا يعني في حاجات كمان شيب شوتس انا ممكن اقولها. مثلا انت ممكن تقول ان جوجل نفسها عملت جوجل بايت ما نجحتش، ده عادي يعني. جوجل بس هقول لك حاجه، جوجل بايت ما نجحش. بس الفكره جوجل يعني هو كبرودكت هو ما نجحش، تمام. بس عادي جدا، هناخد الكود بتاع جوجل بايت ونشوف البرودكت اللي ما نجحش فيه، حلو ظبطناه بقى مثلا، بقى جزء منه هو هانج اوت نجح ده الفرق، المشكله يعني. لا هي الفكره في الاخر هو بيقيس انجينير، يعني هو في الاخر في حاجه كتير جدا تخلي البرودكت في حد كبرودكت ينجح او ما ينجحش، مالهاش علاقه بالانجينيرنج. يعني هو بيتاكد ان من ضمن وظائف الانجينير في اي حته في الدنيا انه بيميجر كل حاجه، ميجر. يعني انت بتميجر الميجرمنت احيانا، تتاكد ان كل حاجه مكتوب. فانك انت يو كير اباوت ميجرمنت، ده حاجه في حقك. ان الحاجه ما نجحتش، في حاجات كتير جدا ممكن تكون سبب عدم النجاح. ممكن اصلا دي ممكن تبقى موضوع للدسكشن جوه الانترفيو، تخلي الانترفيو نفسها يعني الطف. انك يعني تتكلم، طب ليه، انت ايه اللي شايف ممكن تعمله احسن، ايه اللي انت عملته حاسس ان هو كان غلط. الكلام ده في الاخر يعني لو حد عارف بالظبط ايه اللي بيخلي الحاجه عشان تبقى الاجتماع تخلي مشروع ناجح من 1 2 3 4 هتعملهم، ما كانش حد هيشتغل في شركات يعني. الناس كلها هتعمل الكلام ده وتنجح يعني. فهو بالعكس، انت لما تبقى يعني under your belt زي ما بيقولوا كده، عملت كده مشروع المشاريع دي سواء نجحت ولا ما نجحتش، ده في حدها يعتبر يعني حاجه في صالحك تساعدك انك انت تقدم الكارير بتاعك. سواء بقى انت هتشتغل في شركه ولا مش هتشتغل في شركه، دي حاجه مالهاش علاقه بالموضوع يعني. في حد تمام عايز احكيها، كانت في الانترفيو، كان في الاون سايت انترفيو. واحده من الانترفيوز دخلت فيها وكنت اعصابي مشدوده شويه، و يعني في الاول ايه جاوبت كام حاجه كده، وبعد كده ايه جيت في الاخر بقى ايه هنك فوق مش عارف ارد على الراجل. فالمهم يا الراجل قال لي رد كده، قال لي مش عارف يعني ما تقلقش وما تزعلش، انت النهارده اتعلمت حاجه يعني قليل قوي اللي بيوصل ان هو يعمل اون سايت انترفيو، فانت كويس مش وحش، بس انت اتعلمت النهارده حاجه وباذن الله تقدر
الحاجه اللي اتعلمتها دي تقدر تعمل فيها احسن بقى بعد كده. طبعا انا اولا عرفت ان انا خلاص ويعني كان ما كانش محتاج يقول لي يعني بس الطريقه اللي قالها بيها كويسه يعني هو ما نجحش المره دي بس مش نهايه العالم يعني عادي اتعلمت حاجه جديده المره اللي بعد كده الحمد لله كانت احسن. فان هو مفيش يعني مفيش حاجه حد هيجلدك هيقول لك انت فشلت ليه بس اهم حاجه انت تبقى عارف انت فشلت يعني عارف فشلت عشان كذا انت غلطت مفيش اي مشكله يعني بس اهم حاجه انت اتعلمت من غلطك دوت عشان تصلحه المره اللي بعد كده. ممكن برضو بقى نبتدي نتكلم شويه ف يعني تيسير كنت عايز تتكلم على حته الشهادات كنت بس انا كنت قطعتك بسؤال هي حته الشهاده دي هم ما بيتكوش قوي عليها هي الفكره يعني هو عايز ناس عارفه الجوريثم مثلا في بوزيشنز مثلا الماشين ليرنينج مثلا او الاي اي بتبقى عايزه حد معاه ماسترز او بي اتش دي بس هو مش دايما يعني معظم البوزيشنز هو مش محتاج مثلا معاه بي اتش دي يعني هو مش في كان مشهور قوي زمان براند شاير بوزيشن بيقول لك لا ده عايز يقول لك مثلا ايه المينيمم بتاعه ماسترز مثلا وريكومند بي اتش دي بس ده مش كل بوزيشن تمام في ناس كتير قوي شغاله وهي اساسا معهاش شهاده لكمبيوتر انجينيرنج او كمبيوتر ساينس طبيعي هو ناس كتير قوي احنا نعرفهم وكويسين جدا بس هو ممكن معهوش الشهاده دي فمش أزمة بالنسبة له هو لو اتعلم البيزكس دي اتعلمها في وقته ده هيبقى موتيفيشن وهيبقى بالنسبة له هيبقى جود بوينت ان هو اتعلم الحاجة دي في وقته ان هو مش واحد ان هو خد الشهادة عشان يشتغل للشغلانة وياخد مرتب حلو ويبقى باشمهندس لا هو اشتغل الشغلانة ديت عشان هو بيحبها وهو علم نفسه بنفسه في فيها يعني انا ناس كتير قوي نعرفهم هم خريجين تجاره او خريجين اداب او ما خدوش الشهاده الجامعيه اساسا وشغالين وما شاء الله عليهم ناس زي الفل يعني مفيش اي حاجه تمنع تمام في بعض كان هم قبل كده بعتوا شكل في بيزنس انسايدر تقريبا هم نفسهم قالوا في يا جماعه الكورسات دي ممكن تقراها وتتعلمها بنفسك كبريبريشن انترفيو يعني مش قايلين لا لازم شهاده جامعيه يعني. هبقى بيها يعني النهارده ان شاء الله هبقى نحط اللينك دوت مع شويه ريفرنس كده اللي عايز يخش ان هو سواء خد سواء هو معاه كمبيوتر ساينس وعايز يراجع تاني او معهوش وعايز يقرا في الموضوع نبعت اللينك ان شاء الله. حسب البوزيشن يعني انت لو هتشتغل في ار ان دي ديبارتمنت مثلا هيكون مستحب يكون معاك حاجه زي كده او يعني لحد ما ريكوايرد انك انت يكون معاك ماستر او بي اتش دي انت جزء من اللي انت بتعمله انك بتبلش بيبرز وبتطلع حاجات فلازم تبقى يعني عندك يعني اكاديميك باك جراوند قويه انك انت تقدر تبقى ليك اسم في المكان يعني لكن لو انت شغال في برودكت انجينير مثلا شغال في جيميل ولا شغال في حاجه لها علاقه بالانجينيرنج بسكالابيليتي مش عارف ايه الحاجات دي مالهاش علاقه بالموضوع انت اهم حاجه انك انت تكون فاهم انجينيرنج كويس وبتعرف تطبق اللي انت فاهمه ده بشكل كويس مش هيفرق معاهم قوي انك انت تكون بالعكس احيانا لما بتشتغل او لو اشتغلت مع ناس ليهم علاقه قوي بالار ان دي او الكلام ده ممكن تلاقي عندهم الانجينيرنج سنس مش از امبورتنت في اللي هو بيعمله هو مش بيحل المشكله من وجهه نظر البرودكت انت لو يعني مثلا كذا مره اشتغلت مثلا مع ناس اللي هم شغالين في الار ان دي لو سلمك كود جدع يفهمه مش لان هو صعب لان هو مش طريقته مش 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 اسلوب تفكيره ان يكتب كود فور ا لونج تيرم بروجكت تلاقيه مثلا الكود مش ريفاكتورد كويس مش ديزايند كويس مش همه وده صح هو مش فارق معاه هو هدفه انه يبروف الكونسبت اللي هو بيتكلم فيه غالبا هتاخد منه اللي بتاع الشغل ده وتعيد كتابته بشكل يصلح للبرودكت فلان هما تو ديفرنت بيرسوناليتيز يعني فما تخليش الموضوع ده يترني اوف يعني لو انت لقيت انك انت البوزيشنز كلها يعني حد قال لك البوزيشن بتاع جوجل كلها محتاجه بي اتش دي وماسترز ومش عارف ايه مش ده الواقع يعني الواقع مختلف عن كده تماما يعني. طيب ممكن نتنقل بقى لخطوه ثانيه اللي هي فكره انك انت دلوقتي بتستعد انت عايز تستعد للانترفيو ايه اللي انت شايفه مهم تاخد بالك منه ايه من ناحيه سواء من الناحيه العمليه انك انت تذاكر ايه وما تذاكرش ايه
ايه اللي انت نفسيا ازاي تستعد للانترفيو. دي بقى الحته اعتقد اللي هو الميت بتاع الانترفيو بتاعنا النهارده اللي احنا هنتكلم فيه على حد ما باستفاضه شويه. ايه الاكسبيرينس نفسها بتاعتك عشان تبقى جود انترفيو كانديديت يعني؟ تمام. هو اول حاجه انا كنت عاملها اني كنت مسكت على الاكونت بتاعهم على تويتر، كان كل فتره مثلا بيبعتوا لي شويه بوزيشنز مفتوحه، عايزين كذا عايزين كذا. فاي بوزيشن كنت بشوفه مناسب بمسكه باطلع فيه، بمسك الجوب سايت بتاعهم مسك لسه الجوبز كده ورا بعض ابلاي على طول يعني. وهم كانوا يظبطوا الابلكيشن بروسس بتاعتهم، بقيت يعني انت لو بتشترك في جوجل بلس تحط الانفورميشن بتاعتك في السي في بتاعتك كلها، بتابلاي بجوجل بلس كله بتعمله بلس ابلاي وانتهى الموضوع يعني. وحتى كانت برضه مراتي كانت مثلا دايما بتفول الاكونت بتاعه على تويتر، اول ما بعته حاجه تاخد اللينك تبعته لي، او انا فاتح اللينك واعمل ابلاي. تمام. كل اسبوع مثلا 2-3 بوزيشنز كده على طول يعني. هو في الغالب يعني هم خدوني عشان بس يعني كنت بعمل سبامينج فهم زهقوا. بس بعد كده بس فدي اول حاجه. زي ما قلت لك برضه يعني السي في باين فيها ان انت بتحب الشغل، ان انت شغال بتاخد حاجات زياده، بتعمل سايد بروجكتس بتكونتريبيوت لاوبن سورس. يعني الناس اللي قالوا ان جيت هاب هو السي في بتاعك دلوقتي، انا شايف ان دي وجهه نظر كويسه لان بيبان انت بتعمل ايه. لو انت بتقول انا بكتب كود كويس هيبان يعني. تمام. غير مثلا في شغلك انت ممكن تبقى كويس قوي بس البرودكت بتاعك مقفول مش باين. تمام. تاني حاجه، فرضا مثلا الحمد لله هم قبلوا السي في بتاعتك وكلموك بقى وقالوا تعالى عشان تعمل انترفيو. اول واهم حاجه ان انت خلي دايما الكوميونيكيشن بينك وبينهم لايف واضح يعني، بلاش فترات اللي هي بتبقى قلقان فيها او ما بتردش، لا دي يعني بتحس الدنيا بتنام. لا انت محتاج تخلي الكوميونيكيشن اوبن، هم بعتوا لك حاجه رد عليهم على طول. حتى في الانترفيو نفسها انت ممكن الراجل يسالك سؤال ممكن انت مش عارفه مثلا او بتفكر في حاجه، تقول مثلا انا يعني هو بيسالك سؤال انت مش عارفه بس في دماغك بتقول ايه، طب لو انا حطيت هنا باينري تري هتنفع ولا لا، طب لو حطيت اري ما عندهاش تيبل، كل الكلام ده ممكن يبقى في دماغك بس بالنسبه للراجل هو شايفك ساكت في الانترفيو، فهو شايفك دوكت، هو مش عارف انت بتفكر ولا ما بتفكرش ومهنج ولا ايه بالظبط. فلا انت فكر معاه بصوت عالي، قول له حتى لو انت مش عارف، حتى لو انت شاكك في حاجه، قول له مثلا انا بفكر ان لو انا مثلا عايز اوصل للكومبلكسيتي المعينه او اللي انتوا طالبها، فانا محتاج ان انا استعمل مثلا باينري تري بس انا مش عارف احطها هنا ازاي، بفكر اعمل كذا بس مش راكبه بعمل يعني. كان فكر معاه بصوت عالي وريله ان انت بتحاول، ان في حاجه عندك، ان انت مش مهنج خالص، ان انت مش عارف تفكر يعني. دي حاجه مهمه جدا يعني. في اول مره كانت دي مشكلتي، دي اكبر مشكله معايا. تانية مره كنت بعمل كده على طول، ما كنتش بسكت ري ناشف طبعا في كل انترفيو. بس كان الناس فاهمه يعني، بتاخد وتدي معايا. هو ممكن يديني هم يقول لي طب ماشي اعملها بالدي او لا، او يقول لي انت حتى الى حد ما انت قريب، ممكن تبقى الفكره مش واصلاني، ممكن انا مش فاهم البروبلم كويس قوي، هو يقول لي لا انت انا عايز حاجه ابسط من اللي في دماغك مثلا، فتلاقي ان الدنيا فتحت قدامك. ممكن انت لو مهنك كده الافكار بتيجي في دماغك، عارف تحس ان انت مش عارف تكمل في بروبلم مع ان هي ممكن ابسط من اللي في دماغك، لكن انت لما بتاخد وبتدي معاه في الكلام البروبلم تبقى اوضح بالنسبه لك، وبيبقى اوضح بالنسبه له ان انت بتفكر في حلول. تمام. مش بلوجر ان دي حاجه مهمه قوي، ان هو عايز يشوفك انت مش مهم الحل النهائي قوي، بس هو عايز يشوف ان انت بتفكر اساسا، ان انت بتحاول. تمام. وحتى لو هتبتدي بحل اللي هو الاكزوستيف الزفت اللي انت شايف ان هو اسوء حل، بس حليت المساله اوكي يعني. اول حاجه حاول انك تحلها، وممكن تقول انا شايف ان الحل ده زفت وكل حاجه، بما ان هو هيبقى بطيء وكل حاجه، وتبتدي بقى تفكر تحول المشكله من انك انت مش عارف تحل المشكله، انك بتحاول توبتمايز المشكله. لان هو ساعات الانترفيور هيتاكد انك انت اصلا حليتها ولا لا. طب انا ممكن اقعد اتناقش معاك ساعتين بس اخر انت ما حليتش المساله. طب يعني حاول تحلها، تشوف ابسط حل ممكن تفكر فيه
وتبقى عارف ان هو حل مش سريع او حل فيه مشاكل او فيه مشاكل ميموري او whatever. Say this out loud يعني هو ما تبقاش كمان بتعتبر ان ده الحل اللي هو الرائع. لا ما هو يعني انت لو انت شايف انه حل وحش او حل مش الاوبتيمال قول انه مش الاوبتيمال بس ممكن تاخده كبدايه. ساعات ممكن الانترفيور اصلا يقول لك ايه ده حل فعلا بس ممكن نحاول نعمل بطريقه ثانيه. بس على الاقل اللي هي ريكوجنايزد او هو خلاص اعترف انك انت حلتها. خش بقى في النقطه اللي بعد ازاي تحل ازاي تخلي الحل ده احسن او ازاي تقدم حل افضل من انهي وجهه نظر. فيبقى فيه يعني زي ستيج كده انت حطيت تشيك بوينت كده انك انت اوريدي فيجرد اوت ا سوليوشن فور ذا بروبلم وبعد كده تيجي تتكلم في الحل اللي بعده. خلي بالك كمان ان انت يعني لما انت بتقول ادي الحل لكن مثلا هيبقى في مشكله مثلا في الميموري كونسامشن او انه هيبقى بطيء او كده ده برضه بيدي انطباع ان انت قادر ان انت تعمل يعني نقد ذاتي للشغل اللي انت بتعمله. فده معناه ان انت عندك مساحه وعندك قدره ان انت تنمو. لان خلي بالك ان هو مش بيدور على حد عارف كل الاجابات لان مفيش حد عارف كل الاجابات. هو بيدور على حد عنده القدره ان هو يفكر ان هو يقدر ان هو يكبر في المكان اللي هو فيه. حد عنده القدره ان هو يتعلم. فانت لما انت يعني بيطرح عليك سؤال مش الهدف ان انت في اغلب الاحيان يعني مش الهدف ان انت تبقى عارف الاجابه الا اذا كان طبعا يعني الامتحان اللي هو تكنيكال. بس ده ما بيبقاش الانترفيو. ده غالبا بيبقى هو بيديك امتحان وانت بتجاوب على الاسئله. لكن في الانترفيو هي فرصه ان هو يتعرف عليك يعني انت عامل ازاي. فكل سؤال هو فرصه ان انت تتكلم. هو فرصه ان انت توري جانب من نفسك هيبقى كويس للشغل ده. فسواء ده هو كان في الجانب سواء كان لو كان السؤال تكنيكال فانت بتوري الطريقه اللي انت بتفكر فيها وبتوري قد ايه استيعابك للجوانب المختلفه للادوات والتكنولوجي اللي انت بتستخدمها. او كان سؤال اللي هو غير تكنيكال فانت بتوري جانب من شخصيتك. يعني مثلا ايه والله عارف يعني السؤال ده هو بيفكرني بحاجه كانت حصلت لي في الشغلانه الفلانيه اللي انا كنت بعمل فيها وتصرفت فيها بالشكل الفلاني وكنا تحت بريشر مثلا معين علشان نسلم فده خلاني ان انا اتصرف بالشكل الفلاني وهكذا. فانت بتوري جانب من شخصيتك عن طريق الحكايات دي هي. فالفكره في ان الموضوع ان الانترفيو هي فكره للكلام. لو انت رحت الانترفيو وكل الكلام اللي انت قلته عباره عن 100 كلمه فانت كده ما طلعتش من الانترفيو دي هيت او انت ما اديتش في الانترفيو دي بشكل كويس. زائد ان يعني هو مش بس فرصه ان هم يشوفوا شخصيتك عامل ازاي. لو انت الشخص اللي انت بتعمل الانترفيو معاه هو شخص هو هيكون المدير بتاعك او حد انت هتشتغل معاه هو فرصه ان انت تتعرف عليه برضه. يعني عشان تبقى انت عارف ان المكان اللي انت هتروحه ده هو هتقدر ان انت تبقى مستريح فيه. وكمان يعني كنقطة أخيرة لما انت بتوري الجوانب دي هي من شخصيتك بتوري قدراتك بتوري طريقة تفكيرك الشخص اللي بيعمل الانترفيو معاك ممكن ان هو ياخد باله ان انت غير مناسب للشغلانة دي هي لكنك هتكون مناسب جدا لشغلانة تانية انت مثلا ما قدمتش فيها. ودي نقطة أصلا مهمة جدا. أنا فاكر كذا مرة حد أنا أعرفه مثلا كان مقدم في الفترة إحنا بنقدم فيها في مايكروسوفت وكان مقدم على الديفلوبر بوزيشن يعني اللي هو مش يعني مش حاجة فانسي وهو بيتكلم مع الناس. ففجأة واحد من الانترفيو قال أنتوا يعني are you interested مثلا in a program manager position فقال أوكي. فدخل تراك تاني خالص في الانترفيو وفي الآخر عدى واشتغل بروجرام ما اشتغلش ديفلوبر. مش لأن هو الديفلوبر وحش بس الانترفيور ريكوجنايزد تريتس في او يعني حاجات في الشخصيه بتاعته تنفع اكتر للبوزيشن مختلف او وناقشه فيه ولان الموضوع احسن. فدي برضو حاجه مهمه. انت طول ما انت بتتكلم وطول ما الكوميونيكيشن بتاعتك ماشيه مع الانترفيور وبيحس انك انت يعني مش يعني على الاقل في تاني نقطه الكوميونيكيشن دي انها تبقى ماشيه بيساعدك هو عايز يساعدك يعني اغلب الوقت. طبعا يعني طبعا في اكسبشنز ممكن يبقى عندك انترفيور مقفل وتحس ان مراته ضربه الصبح مش دي المشكله بس اغلب الوقت الانترفيور موجود عايز يساعدك
بيديك هنس احيانا. يعني انت ممكن مثلا انت بتتكلم في حاجه وانت بتتكلم اوت لاود فتلاقي مثلا ايه سالك اكتر في حته انت قلتها كده وانت بتفكر على نفسك، ده لحد ممكن يديك هنت ان هو دي في سكه صح، بس هو مثلا بيعرف بيعدلك شويه بدل ما تبقى قاعد ساكت خالص. ما انت طول ما انت قاعد ساكت خالص هو مش عارف تفكر في ايه. ماشي جاي ما تعرفش اصلا، مش بتفكر، ممكن تكون قاعد مبلم مفيش. فطول ما انت بتفكر وبتكتب حاجات، يعني مثلا بتكتب هوامش، مثلا انت بتكتب حاجه بترسم حاجه مثلا، انت يعني بتجرب الموضوع بشكل، بتجرب اكزامبلز. يعني برضه لما تديك مساله وحاسس مش فاهم اي حاجه في المساله دي، او مساله صعبه، او مساله مش قادر تريكنايز، دايما تحاول تجرب باكزامبلز اصغر من الاكزامبل المرسوم قدامك. يعني هو مثلا بيديك داتا سيت مثلا فيها 100 ايتم مثلا، تجرب مثلا بثلاث اربعه تشوف الديناميكس هتمشي ازاي، حاجات بالمنظر. فده كله بيساعد ان تخلي الانترفيو يعني بروجريسيف كده، تبتدي حاجه صغيره وتكبر، او انك انت تاخد هنتس من الراجل وهكذا. يعني خلي بالك يعني يعني ان في النهايه يعني شيل من دماغك فكره ان هو الاستاذ وانت التلميذ في المدرسه. يعني اعتقد ان جزء كبير من الاسلوب اللي احنا بنروح بيه انترفيوهات او مقابلات شغل هو ان احنا بشكل ما الموقف ده هو زي ان انا قاعد قدام الاستاذ في المدرسه وهو بيسالني اسئله وانا لازم اجاوب الاجابات الصح والا مش هعدي الامتحان. هي مش بتبقى كده، حاسس ان هو وقفه قدام السبوره وعلى طول لا اجاوب غلط. ايوه بالظبط مش كده خالص. يعني اقول لك حاجه، دايما وانا كنت اما دايما بتكلم معاهم حتى لما هو مثلا بيسالني السؤال، فدايما كنت بفاليديت معاه حاجتين. اولا طبعا عشان اتاكد ان انا فاهم صح، واوقات كان بيطلع ان ممكن انا فاهمها ممكن، يعني او هو بيبسط عليا بعد كده يقول لي افرض ان الانبوت مثلا اللي جاي لك صح تمام، فمش ساعتها حلو يعني وفر عليا وقت ان انا هقعد افاليديت الانبوت ده صح ولا غلط وعك كتير. بس الحاجه الثانيه انت في الفول انترفيو بالذات انه ساعات ممكن لهجته مش واضحه، ممكن لهجتي انا مش واضحه بالنسبه له، ممكن الصوت مش واضح. الشبكه في مصر زي الفل الصراحه السنه اللي فاتت ديت، وكلنا بنسمع بعض زي الفل. يعني عايز اقول مفيش مكالمه في، يعني في السنه اللي قبل ما اجي هنا دي مفيش مكالمه بتخلص من اول مره كده، لازم بتفصل في النص او الو سواء انا مش سامع او اللي بيكلمني مش سامع. ده واحنا الاثنين في مصر، فبقولك بقى لما يكون حد بيتكلمني من بره، يعني فبتبقى مفيدة ان انا ابقى اتاكد ان انا فاهم الراجل صح اساسا. لان مشكله الكوميونيكيشن دي بالذات على التليفون بتبقى مشكله كبيره. يعني طبعا في الفون انترفيو احد الحلول مثلا اللي ممكن هو قال الكلام دوت فاقوم سواء اقوله له انا بصوتي او لو انا مثلا بكتب المساله بكتب الحل، يعني اقول له الفانكشن 1 2 3 4 عشان اقدر اشتغل عليها. يعني هو ممكن يرد عليا، فبتريح كتير وبتدي امبريشن احسن وبتريح انا في الحل. يعني افتكر ممكن ثلاث مرات مثلا انا كنت فاضل حاجه والراجل قال لي لا ما تعملش افرض ان الانبوت صح او ما تعملش فاليديشن للانبوت، يعني فده كان بيبقى اريح لي كتير قوي في الاجابه ووفر عليا وقت. هو بالذات لو شافك انك انت حاولت تفاليديت، انا حصلت معايا نفس الحكايه دي في الانترفيو قبل كده، ان هو اول ما قال لي بقى فاليديت قال لي خلاص اوكي اي كونسيدر انك انت حاولت تفاليديت، بس كونسيدر بس انت اي كان اسيوم ان الانبوت فاليديت، بيبقى عايز اتاكد انك انت على الاقل الفاليديشن في دماغك انك انت مش 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 باي ديفولت بتاسيوم ان كل حاجه صح، يعني دي برده مصيبه يعني. بس هو ممكن يريح دماغه وبعد كده يقول لك خلاص يعني كونسيدر ان كل الانبوت صح، عشان يشوف بعد كده بقى الميت بتاع البروبلم اللي انت بتحاول تحله. بالنسبة لنوعية الأسئلة اللي بتيجي هي بتبقى هم على طول حتى بيقولوا في حتى معظمها بتبقى ألجوريث. ساعات هو بيسأل حاجات مش بره قوي بس هي بيبقى ليها علاقة بالحاجة اللي أنت بتقول أنت عارفها. يعني أنا مثلا كنت بقول إن أنا كويس في الفرونت إند وفي الويب ديفلوبمنت، فطبيعي حد يسألني مثلا في الحاجة دي حاجة طبيعية جدا. يعني مش أنا ما قلتش ماشين ليرنينج فهو ما سألنيش في ماشين ليرنينج. لو حد تاني كان قايل ان هو عارف ماشين ليرنينج فطبيعي ان هو ممكن يسالني سؤال مش شرط، يعني انا ما يعني هو ما دخلش معايا في عمق قوي بس على الاقل ايه بيتاكد ان انا بقول كلام صح. يعني مش فاللي هو لو هو سالك حاجه بره الالجوريثم ما تتصدمش، لا هو
هو في الغالب بيسألك في الحاجة اللي أنت كاتب في السي في بتاعتك اللي أنت عارفها، والطبيعي إن أنت تكتب في السي في الحاجة اللي أنت عارفها بس عشان تريحه وتريح نفسك. أنا عندي قصة برضه حصلت لي أنا في الانترفيو بتاعتي قبل كده. كنت أنا بعمل طبعا أنا بعرف سيكول مش ما بعرفش يعني بعرف سيكول كل حاجة. فواحد من الانترفيورز سألني يعني فاميليار وذ سيكول، فقلت له فقال لي يعني سكيل 1 تو 10 مثلا كام؟ طبعا انا قلت له 8. فالراجل رزعني سؤال سيكوال بلمت بعدين في شغله حاجه. وبعد كده بعد ما اشتغلت عرفت الراجل ده اللي ماسك البيزنس انتليجنت تيم في مايكروسوفت. الراجل يعني نفضني يعني. بتاعتك ايوه 8 بتاعتي ما تجيش لفت عنده يعني. مين يعني هو يوصف السكيل بتاعته في السيكوال بتسعة مثلا. يعني هو الراجل نفسه ما يعرفش كل حاجه في السيكوال حاجه كده يعني. هو 12 اساسا. فاحيانا برضو تبقى ايه حتى لو انت فاكر نفسك عارف حاجه كويس يعني خليك متواضع. لا هو طبيعي ولا يعني بص ما شفتش حد يعني ما شفتش فحت قوي يعني بس الاسئله بقول لك معظمها عندي بس حاجات معقوله. مفيش حد بقى بيسال في الالجوريثمات المكلكعه واوبتمايز قوي ديت. معظمها يعني معظم الالجوريثمز اللي هو اتكلم عليها هي من الحاجات اللي خلاها في كورس داتا ستراكشر في الكليه اللي هو اول كورس يعني. فاللي هو لا انت ما محتاجش اكتر من اول كورس بتاع داتا ستراكشر والجوريثم خلاص تمام ماشي ايدك فيه والدنيا بتمشي يعني تاني. انت مش محتاج كلكع قوي فيه. هتلاقي ناس بترشح الكتاب اللي هو الجوريثم براين مانوال. هو كتاب ممتاز بس رأيي ان هو تقيل شويه بالذات لو حد لسه بادئ في الموضوع او لو حد بقاله فتره ما اشتغلش. هو اكتر اقرب للريفرنس يعني. فهو ممكن لو انت ايدك ماشيه وعايز تتعلم داتا ستراكشرز جديده وبروبلم جديده هو ظريف في الحته دي. لكن لو انت لسه بادئ اما تخش فيه كده هتلاقي حاسس ان هو تقيل شويه. الكتاب الثاني لو هنرشح كتب يعني الكتاب الثاني ميزته ان هو صغير جدا هو اسمه Algorithms in a Nutshell. بيبقى شارح كل يعني هو مقسم الالجوريثمز طبعا كاتيجوريز وكل الجوريثم يعني حاطط صفحه كده في الالجوريثم حاطط الستود كود بتاعه حاطط الكومبلكسيتي بتاعته العيله اللي بتاعته بيستخدم ايه مش عارف ايه اللي هو نظام تحس ان هو ايه مراجعه نهائيه. ميزته في الموضوع ده لو انت اوريدي فاميليار بالالجوريثم درستها في يوم من الايام ولا حاجه انت ممكن تفر الكتاب ده مثلا في ويك اند تتحدي على الجوريثمز كتير قوي تشوف تفاصيلها وتشوف الكود بتاعها وكل حاجه بيفكرك. لكن طبعا كتاب زي اللي هو بتاع الجوريثم زي مانوال بتاع سكيانا كتاب كبير وغير كده هو كتاب رائع بس هو مشكلته انه كتاب كبير يعني انك انت هتتخض شويه لما تبتدي فيه. فممكن تاخده مع كتاب تاني او حاجه زي كده زي انك انت تسيبه هو مرجع اكتر منه ان هو يعني كتاب تفر كده وانت قاعد يعني. لذيذ برضه. في واحد زميلنا في جوجل اسمه احمد علي مصري برضه هو كان مهتم او يعني هو مهتم او بموضوع الالجوريثمز ومخش مسابقات زي الاي سي ام وتوب كودر وكده. هو كان برضه عمل سيشن من فتره واتكلم بس هو دخل اكتر بقى في تفاصيل ايه تتدرب ازاي على الالجوريثمز تتدرب فين وايه السايت تتدرب منها وهكذا. وكان عامل سايت برضه اللينك برضه بتاعت احمد والحاجات اللي هو كاتبها عليه برضه هحطها في الاخر. حاجه لذيذه برضه عايز اقولها عن احمد. هو كان خريج حاسبات ومعلومات القاهره بس هو كان شايل تقريبا 22 ماده في الكليه السنين كلها يعني. فبقول يعني لو ما تقلقش بقى وتقول اصل انا مش حلو اصل انا مش عارف ايه والكلام ده كله يعني او ان انا مش خريج حاسبات ولا هندسه ولا الكلام ده لا مفيش حاجه يعني. توكل على الله وحط الموضوع في دماغك وربنا يوفقك ان شاء الله. مفيش ما تقولش بقى ايه اصل انا كنت بشيل واصل انا كنت مش عارف ايه انا شايل 22 ماده يعني. معرفش هو الكليه عندهم كام ماده اساسا في الكليه بتاعتهم بس مفيش يعني ايه توكل على الله ما تخافش من حاجه يعني. برضو عايز اقول ايه ما تبتدي من دلوقتي انك تعمل ابلاي لان الموضوع بياخد وقت. اولا بياخد وقت عشان تعمل ابلاي ويجي لك بوزيشن وبعد كده انت عندك في 2 او 3 فون انترفيو وبعد الفون انترفيو بعد كده بتروح تعمل اون سايت انترفيو. بتختلف بقى ساعات يعني انا عملتها في امريكا في ناس عملتها في زيورخ. معنى كده ان انت لو معكش فيزا هيبقى في وقت محتاجه عشان تطلع فيزا عشان
تعمل اون سايت انترفيو. بعد ما تخلص الاون سايت انترفيو يردوا عليك هيبقى في وقت تاني عشان الفيزا بتاع الشغل غير الفيزا الاولانيه اللي انت طلعتها. وممكن انت تعمل ابلاي في حته وبعد كده ما يجيلكش الفيزا بتاع المكان اللي انت رايح له فيدور لك على مكان تاني وتعمل ابلاي تاني على الفيزا. فالموضوع بياخد وقت طويل يعني. فاللي هو ما تقولش لا لسه اصل انا محتاج اتدرب او مش عارف ايه. اعمل ابلاي في بوزيشنز هم على بال ما يردوا عليك اتدرب نفسك يعني. اولا انت بتبقى زانق نفسك فبتشد حالك اكتر في الكيمنج يعني. انما لو سايب الدنيا مفتوحه كده يعني اذا قابلني لو عملت حاجه. تاني حاجه انت اما الناس بيردوا عليك انت تقدر تحدد مكان يعني تحدد وقت تقول انا عايز اعمل الانترفيو في الوقت الفلاني تمام. يعني انت ممكن تقول لهم انا عايز اعمل انترفيو بعد شهر بعد اسبوعين بعد ثلاثه الوقت اللي يناسبك يعني. ان برضه هم بيحتاجوا يظبطوا الوقت مع الناس اللي بتعمل لك انترفيو هناك وده برضه بياخد وقت منهم يعني. انت مش هتيجي مش هيجي حد يقول لك اعمل انترفيو بعد بكره يعني. قول لهم لا عادي انا محتاج وقت فانا شايف ان انا مثلا هبقى جاهز بعد شهر مثلا تمام. قول لهم عايز وقت تريننج هم الناس فاهمين وكل حاجه يعني. فعشان كده بقول لك خليهم دايما اونلاين ما تستناش وما تسيبش الدنيا دايما. كلمهم على طول ابتدي يعني من النهارده خش اعمل حاجه بتاعتك. عايز تظبط السيو بتاعتك شويه اوكي. عايز تحط سايت بروجكتس عايز تعدل كل ده جميل. اعمل ابلاي من دلوقتي انت مش خسران حاجه. اللي هو حتى لو السيو بتاعتك مش جاهزه قوي الا هتخسره تمام. اللي هو حتى لو دخلت الانترفيو ما نجحتش اللي هو هتستنى كام شهر تظبط حالك كده وتشوف ايه الحاجات اللي انت وقعت فيها وتبعت تاني في ابلاي تاني تمام. السي في بتاعتك غيرت فيها اشتغلت في سايت بروجكت جديد عايز تدور على السي في بتاعتك زوده واعمل ابلاي مش اي مشكله يعني. البوزيشنز في السايت بتاع جوجل جوبز كتيره جدا في كل حته امريكا وزيورخ وفي باريس وفي ايرلندا ويعني في روسيا في اماكن كتيره يعني. فهتكفيك وتكفي غيرك يعني. كل شهر بيجي لنا عدد محترم يعني فما تقلقش شد حيلك وان شاء الله تبقى منهم يعني. طبعا هو موضوع ان انت تسافر بلد تانية دوت ممكن الى حد ما يكون مقلق شوية. بلد جديدة وعادات وتقاليد ولو متجوز لازم تنقل عيلتك معاك وحوار طويل كده. اولا في حاجة يعني في كده حاجة هما بيساعدوك طبعا في النقلة دي على قد ما يقدروا يعني. يعني موضوع الفيزا طبعا موضوع الفيزا ده بيبقى حكومة البلد ممكن انت ما تعجبهمش يقول لك ما متشكرين مش عايزين السنه دي خلاص. بس هم الناس بتعمل اللي بتقدر عليه بتبعت لهم ورقك هم بيعملوا ابلاي وهم عارفين المواعيد وبعتوا امتى وبعتوا قد ايه. ولو هم عايزين منك حاجه جوجل هتقول لك احنا عايزين منك الورق الفلاني او عايزين منك كذا عشان كذا والكلام ده كله. فالناس متعاونين جدا وبيساعدوك نقص درجة يعني. مش ما سمعتش عن حد بيساعد في النقلة دي بالطريقة دي يعني. والحاجة الثانية اللي ممكن تخليك تخاف تنقل ان انت عايز تنفع مصر انت مش عايز تسيب البلد يعني. بس الفكرة ان بصراحة يعني وضع مصر حاليا مش ظريف قوي. انت ممكن تحاول فيها بس انا شايف مثلا بالنسبة لي ان حاولت في مصر لكن الدنيا مش نافعة قوي. حاسس ان انا ممكن ابقى مفيد اكتر وانا بره مصر هنا مفيد حتى لمصر والمصريين وانا هنا في مصر يعني. بطرق كتيرة قوي سواء برودكتس احنا بنعملها هنا سواء ان انا اشتغل كويس وبخلاقة كويسة فيبان الناس بره المصريين شوفوا شكلهم كويس وعاملوا كويس ناس productive ناس محترمة ناس منتجة يعني في العالم. بدل ما يجي يقول لك المصريين دول عالم وبيجي يوصلوا الفيزا وبيهربوا وشحاتين والكلام ده كله. ففي فرص كتير قوي قدامك يعني تفيد الإسلام وتفيد مصر وانت بره مصر أكتر من جوه مصر تمام. بس يعني خلي بالك برضو انت بت يعني في شكل في اللحظه اللي احنا فيها دي هيت انت بت يعني بتعمل دخل تقدر ان انت تسبورت عيلتك في قدام انت بتكتسب خبره وبتكتسب
وبتكتسب يعني علم جديد في يوم من الأيام يعني ربنا يكرم نقدر إننا نرجع ونستفيد مصر يعني بالشكل اللي تحبه يعني. بس واخر حاجه يعني مش في ناس بقى بتقلق واصلا انا مش هبقى كويس في جوجل ولا جوجل احسن مني وان جوجل مش دايين عليك لا بايد ولا برجل ولا اي حاجه يعني هم بيشتغلوا على قد ما يقدروا خلاص. وفي ناس كتير قوي انا اعرفهم في مصر مش عارف اقول اسامي يعني ناس كويسين ومحترمين وكل حاجه بس مقلقين من جوجل زياده. لا انت تقدر تشد حيلك وتشتغل وتبقى كويس مفيش اي حاجه تمنعك يعني. بيسموها الامبوستر سيندروم دي معروفة جدا يعني وكلمنا عليها حتى قبل كده اللي هو واحد كويس بس هو شايف نفسه اقل من المكانة اللي هو يستحقها يعني. عايز اقول لك انت لو جيت هتحس بيها اكتر دي حاجة فعلا بتلاقيها اصلا في ناس بتشتغل حواليك يعني انا حتى جوه الشركة جوه شغلي بشوف ناس حواليا بحس ان هم يا ابني انت احسن بكتير من اللي انت متخيل انك انت كويس ولا مش كويس يعني اللي هو هي الناس هو طبيعة شغلنا اعتقد في الحته دي الناس باي الشخصيه الاغلب الناس اللي بتشتغل شغلانه بتاعتنا شخصيتهم بتبقى انطوائيه شويه ممكن او مش موضوع انطوائيه اكتر ما هي كمان بتحس كده ان هم مش واثقين في نفسهم قوي. في ناس بتبقى عندهم الحكايه دي مأثر عليهم قوي ان هو عبقري اساسا يعني هو لوحده شركه بدماغه لوحدها بس هو مش قادر يريكوجنايز ده او حتى بيخاف الجنايز ده لان هو بيحس ان هو لا انا ممكن الناس تكتشفني لو انا اشتغلت مع حد اقوى مني قوي يكتشف ان انا اي كلام بس انا بضحك على الناس وبتاع وده كلام فارغ يعني هو كويس. لا ما عايز اقول لك في يعني عندنا جوه كده في كاريكاتيرات كتير قوي يعني حاجه مثلنا كده في عايز اقول لك مثلا هاشتاج كده لوحده للامبوستر سيندروم يعني. لا وتلاقي ناس واحد شغال مثلا ديفلوبر مثلا في مايكروسوفت ولا في جوجل بقاله 15 سنه ولسه عنده امبوستر سيندروم يعني انت اكيد لو انت كنت لا تخيل يعني حتى من باب الجدل ان انت ضحكت على الناس كلها واشتغلت في بقاله 15 سنه تضحك على الناس اكيد لا يعني المشكله كان في كاريكاتير على دي بالظبط يقول لك ايه الناس اللي محسساك ان انت عندك امبوستر سيندروم هم نفسهم عندهم امبوستر سيندروم وانت كنت ما انت عندك امبوستر سيندروم انت متخيل انك انت عقلك بيضحك عليك ان بيفكرك انك انت عندك امبوستر سيندروم وانت اصلا عندك امبوستر اللي هو تحس انك بتخلص ايوه وحطينها وحاطين ليوناردو دي كابريو في فيلم انسبشن ايوه امبوستر سيندروم يعني اعتقد ان انا يعني اول مره سمعت عن امبوستر سيندروم كان بلوج بوست بتاع سكوت هانسلمان كان العنوان بتاعه Am I a phony هل انا مدعي يعني انا بدعي ان انا بالظبط ان انا يعني عمال انا بتكلم وعندي بودكاست ومش عارف ايه وكده هوت وانا يعني الناس فاكره ان انا بفهم لكن في الحقيقه انا مش بفهم قوي زي ما الناس فاهمه كده هوت يعني فيعني انا يعني مؤخرا كده هوت ابتديت ان انا فولو مثلا الناس على جيت هاب علشان اشوف يعني ايه طريقه ان انا اعرف البروجكتس الكتيره اللي منتشره على جيت هاب وكده هوت يعني قبل ما تبقى مشهورة قوي كده هو فلقيت يعني كنت متحمس قوي للفكرة دي بس في الاخر بصراحة لقيت انها تحولت الى طريقة ان انا يعني احس قد ايه انا مش بعمل اي حاجة الناس دي كلها عمالة تعمل كل الشغل ده هو كل يوم وتحط open source فما بالك بقى الشغل اللي هم كمان بيعملوه في شركاتهم يعني دي طبعا يعني مشكله يعني برضو ان الواحد تملي بيبقى حاسس ان هو مش عامل كفايه يعني لكن ما تخليش ده هو يمنعك يعني انت ممكن ان انت تاخده ان هو يبقى دافع ان انت تستخدمه ان انت تعمل اكتر او ممكن ان انت تاخده ان هي طريقه ان انت تحس ان انت ما تقدرش ان انت تعمل اي حاجه وان مجهودك ده هو ملوش معنى او ملوش كده الموضوع يعني الطريقين دولت قريبين منك بنفس المسافة المسألة كلها اختيار منك ان انت تاخد الطريق ده هوت ولا تاخد الطريق ده هوت تمام انا مش عارف هو تيسير هنك لا هو كان عامل نفسه ميوت انا عادي لا في حسن الصورة نفسها اتجمدت فحسن لا نتعلمك وحشا طبعا
لا انا كل شويه اضغط بالغلط بقى بقفل تاب واروح قافل التاب بتاع الهانجاوت اخش تاني فانا اصلا ما اثرش على التسجيل يعني بس عملتها مرتين لحد دلوقتي. طيب في حاجه تانية مثلا فاكرها من الانترفيو في مثلا ممكن تبقى حاجه مثلا اسئله مثلا انت حاسس ان في سؤال منهم كان worth sharing مثلا سالته في الانترفيو حسيت ان هو سؤال هي المشكله ان هو الاسئله دي كانت ظريفه بس للاسف مش هقدر اقول هي كانت ايه بالظبط بس الفكره ده بقول لك هو كان معظمها انجل وطبيعي لو حد بيسالك على حاجه هو بيسالك على حاجه في السي في يعني مره برضو واحد سالني على روح وقال له هو عملت فيه ايه ويعني حجمه قد ايه والكلام ده كله يعني طبيعي طبعا هو حجم روح كان لذيذ جدا يعني مره 100 واحد في اليوم مثلا ولا حاجه كده اللي هو اي سايت في الدنيا ممكن يعملها يعني هو حاطط لي عليك بس طبيعي ان هو بيسالك انت بتقول انت عارف ويب ديفلوبمنت فطبيعي ان هو لو سالك في جافا سكريبت مثلا او في HTML او HTML5 يبقى عندك فكره عنها لو ما قريتش مثلا HTML5 قول له ما قريتش سمعت عنها كذا تمام السي في بتاعتك كان مره واحد اتش ار قبل كده قال لي بالغ في السي في والصراحه كل حاجه اتعلمتها بعد كده عرفت ان هو غلطان ان هو ان مش سهل قوي ان انت تتفلس يعني لما تكون بتكذب في السي في بتاعتك حط الحاجه اللي انت عايزها لو انت مناسب للوظيفه المطلوبه دي خير وبركه زي الفل لو مش مناسب هتوفر وقتك وهتوفر وقت الناس التانية بدل ما هتحرج نفسك وهيبقى شكلك وحش في الاخر لكن لو انت رايح باللي انا عارف كذا تمام او هو حد سالك في حاجه انت مش عارف اقول له انا مش عارف ديت وخلاص يعني مش عيب مش حد يعرف مش حد يعرف ويب وامبيدد سيستمز وهاردوير وكل حاجه في الدنيا يعني بس فانت ما في جزء كبير جدا من بتتعلمه في الكارير بتاعك انك انت ايه اللي تفوته يعني انت بتبقى شايف ان في حاجه ابتدت تظهر والناس بتتكلم عنها كتير بس هي مش ريتد قوي لشغلك هل الديسيجن هل تتعلمها ولا ما تتعلمهاش دي حاجه انت بتكتسبها مع الوقت انك انت ممكن ديليبريتلي او بشكل كده انت تقرر انا مش هتعلم الحاجه الفلانيه لان انا ما عنديش وقت او انا عندي حاجه تانية اعملها فانك انت في حاجه مش عارفها ده مش عيب بالعكس احيانا بالذات لو انت تبقى انت يعني مثلا انا واحد من الناس قررت ان انا مش هتعلم من بيدت سيستمز من زمان من حوالي مثلا 5 سنين قررت القرار ده مش لان بيدت سيستمز وحشه بس لان انا مش هقدر اتعلمها مش لانها صعبه لان انا عندي حاجات تانية انا شغلي اغلبه مثلا ديجيتال سيستمز وويب ومش عارف ايه البيدت سيستم بالنسبه لي بعيد قوي فانا قررت ان انا اقطعها يعني مش هعملها لان انا لو ضيعت فيها وقت كتير مش هتفيدني بحاجه النهارده وانا مش شايف ان انا هشتغل فيها في يوم من الايام ممكن اكون غلطان بس على الاقل الديسيجن اللي انت خدته انك انت ما تعملش الحاجه الفلانيه سمح لك تعمل حاجات تانية بالذات لو انت مش هتعمل حاجه هتعمل حاجه تانية لو هتعمل كومبرومايز مش انت مش هتعمل اي حاجه خالص دي حاجه تانية لكن انت قررت ان انت ما بتتعلمش حاجه فلانيه علشان توفر وقت تعمل بيها حاجه تانية ده اعتقد اهم بكتير من انك انت تبقى عارف كل حاجه في الدنيا يو نيفر نو ايفريثينج وبعدين يعني على حته تاني ولا ايه جدعان على حته الريزومي او على حته السي في احنا برضو بنكتب السي في في مصر بشكل مختلف شويه عن بره مصر كنقطه الاول جانبيه على حته المعلومات اللي انت بتعرضها في السي في اولا انت مش محتاج ان انت تعرض معلومات شخصيه يعني في مصر انت لازم مش عارف الناس بتحط تاريخ ميلادها وعنوان البيت والرقم القومي ومش عارف ايه والكلام ده هو بره مصر الكلام ده هو يعني انت ممكن يبقى حتى في القانون ان انت صاحب الشغل ما يقدرش ان هو يسألك عن الحاجات دي لان دي حاجات لو بيكتب ديانته تديله الفرصة ان هو يدسكرينيت الديانة بالظبط اوكي اللي هو يدي لك فرصه بيدي مثلا ممكن ان هي لما يسالك سؤال عن الحاجات دي هي دي كانه بيطلب ان هو يدي لنفسه فرصه ان هو يديسكريمينيت اجينست يو بناء على الحاجات دي هي اللي هو انا مش عايز اعين مسلمين مثلا او انا مش عايز اعين بنت مثلا او وهكذا يعني حاجات بالشكل ده هو او الناس اللي هم فوق سن معين اوكي فمش يعني ما تحطش الحاجات دي هي في مش شرط ان انت تحط الحاجات دي صوره
بتحط صورتها في الانترفيو. اوكي ماشي، مش محتاج ان انت تحط الحاجات دي هي في ماشي. بس في السي في. اوكي اهم حاجه هي المهارات بتاعتك والشغل اللي انت عملته والتعليم. اوكي اللي هي الحاجات اللي ليها علاقه بالشغلانه نفسها. اوكي السي في ما هياش الهدف منها، مش ان انت ان انت تقدر ان انت تاخد انترفيو، مش هو ده الهدف منها. الهدف منها هو ان انت هيسألك على كل حاجة مكتوبة فيها. يعني انت كل حاجة انت هتحطها في السي في، اللي هو انا بقى هحط ايه كل الباسوردز مثلا اللي موجودة النهاردة علشان هي دي الطريقة اللي انا اقدر ان انا اخد بيها وظيفة، او اخد بيها اوصل بيها لان انا اعمل انترفيو. اوكي وبعدين بعد كده يعني لما نوصل للانترفيو ساعتها هنشوف ايه اللي هيحصل. لا، كل كلمة انت بتحطها في السي في الهدف منها لازم يكون ليك وراها قصة معينة. يعني انت حاطط في السي في مثلا سي شارب، حلو قوي انت بتعرف سي شارب، قول لنا بقى انت تعرف ايه عن السي شارب وتعلمت السي شارب دي هيت مثلا امتى. اوكي لازم، ما هو لازم يكون ده هو حصل. يعني انا لما انا وصلت علشان انا اوصل ان انا احط الكلمه دي هي في السي في بتاعتي لازم يكون ده هو حصل، لازم يكون حصل في وقت معين. انا بدات فيها في سنه 2009 واتعلمت مثلا من خلال الفيديوهات الفلانيه واشتغلت بيها في المشروع الفلاني وكتبت بيها الجزء ده هو وحبيت فيها كذا وكرهت فيها كذا وكده. فكل كلمه هتحطها في السي في بتاعتك او الريزومي بتاعتك هتتسال عليها. يعني ايه الموضوع مختلف شويه عن مصر، وهي دي يمكن اوضح الاختلافات اللي انا لاحظتها. يعني الاختلاف التاني عدد الصفحات، مش الهدف منه يعني مش كل ما الريزومي بتاعتك تبقى اطول ده معناه ان انت الواد الفظيع. اوكي ده معناه ان انا في صفحات اكتر مش هقراها. فيعني ايه حاول بقدر الامكان ان انت تحط الكلام المفيد في الصفحتين على الاقل الاولانيين، وبعد كده في تفاصيل في اللينكات، في تفاصيل في الصفحات اللي جايه بعد كده هو. لكن يعني مش معنى ان الريزم بتاعتك 36 صفحه ان انت يعني ايه الخبره. لا بس انت لازم تبقى حجمها متناسب مع حجم او مده خبرتك. يعني ما يبقاش مثلا واحد لسه متخرج من الجامعه والصفحات، يعني حتى it doesn't make sense. في الاخر انت لو انت يبقى واضح انها مليانه حشو، مليانه كلام ملوش قيمه. فلو انت مثلا بقالك بتشتغل مثلا 15 20 سنه، ماشي it makes sense لما السي في بتاعتك تبقى حجمها مثلا 3 4 صفحات اكيد، يعني انت بتعمل ايه بقالك 20 سنه. لكن لما تبقى انت لسه بتقول يا هادي في الكارير بتاعك وكده، فاكيد اللي هيشوفها يعرف انك انت بتالف، يعني او يعني في good probability انك انت بتالف يعني. طيب مش عارف تيسير برضو لسه معانا ولا الكونكشن بتاعه كويس؟ لا لسه معايا. لسه معايا. طيب تحبوا في حاجه تانية عايز نقولها قبل ما نختم؟ لا بس احكي لنا على زيورخ بقى شويه قبل ما انا عمري ما رحت زيورخ. زيورخ ظريفه، فيها الطابع بتاع المدن الاوروبيه ان هي صغيره. يعني هي يعني زيورخ تعتبر مثلا مدينه مصر كده. وعلى الناس طبعا اقل بكتير من في مدينه مصر. من الحاجات الظريفه المواصلات هنا كويسه على طول شغاله. ناس كتير قوي بتعتمد على المواصلات، ما عندهاش عربيات. حتى بالنسبه للعربيات في شركه هنا بتوفر لك خدمه الكار شيرنج. كار شيرنج تمام، ليها اماكن معينه بتروح طبعا انت بتبقى مشترك معاهم مثلا، او ممكن تدفع بالساعه حسب النظام بتاع اللي يناسبك. يعني بتروح تاخد عربيه مثلا، تقول له انا عايز العربيه دي وقت كذا، هاخدها من هنا واديها المكان الفلاني مثلا. بس وكل ده اللي انت محتاجه. وبيدوا تخفيض، يعني لو انت مشترك مع المواصلات وعامل اشتراك للمواصلات بيدوك تخفيض بالعربيه ديت. ده حاجه ظريفه طبعا توفر حاجات كتير. الناس هنا بتقول ان العربيات غاليه والبنزين غالي والضرايب بتاعتها غاليه والكلام ده كله، بس لما ببص على نسبه العربيات الاودي وبورش اللي في كل حته ما بحسش ان العربيات هنا غاليه خالص الصراحه. فاحنا جنب المانيا يعني، بس مش
اللي هو بورش في كل حته واودي وبي ام دبليو ومرسيدس على طول. في عربيات كتير عربيات صغيره اللي هي عربيات كهرباء او شخصين او كده نسبه كبيره برضو. بس هو في الغالب انت مش محتاج ده يعني. بالنسبه لي انا شايف ان الكار شيرنج مع المواصلات كويس. انا فاهم ما بعرفش اسوق يعني. فبالنسبه لي المواصلات زي الفل بقى. بركب المحطه في محطتين هنا جنبي يعني واحده هنا وواحده هنا. ما بطلع اركب واحده وخلاص كده كده. مثلا بيقول لك الترام ده بيجي مثلا كل 8 دقائق فهو 8 دقائق هيجي تمام ميعاده مظبوط تظبط وقتك عليه. اللي هو انت لما بتبقى مثلا ماشي في الشارع وتشوف واحد بيجري بتبقى عارف ان هو بيجري عشان في قطر هيركبه مثلا بعدها بدقيقتين وهو لو خدها ماشي عادي هيوصل في 3 دقائق تمام. مره برضه لما جيت هنا مقابل واحد مصري شغال معاه في جوجل فبيقول لي بعت لي مسج هقابلك بعد 7 دقائق بالظبط. 7 دقائق في مصر دي يعني انت المفروض تسحب منك الجنسيه. ايوه بالظبط كده مصريين بعد 7 دقائق. اتغيرت فده وحده البناء ربع ساعه اساسا. الفكره ربع ساعه. ربع ساعه مش معروف هنا البلد في اوقات بتبقى زحمه بس الزحمه اللي هو يعني هتزود دقيقتين 5 دقايق مثلا. يعني هو المفروض مثلا لما بنروح من هنا المدينه جنبنا مثلا اللي هو فيها اللي هو تعتبر من الضواحي تلت ساعه. لو بقى تلت ساعه بنتفق على الميعاد تلت ساعه مثلا بنقابل حد بنروح بالعربيه خلاص. المواصلات بتاخد وقت اكتر شويه لكن برضو وقتها معروف. في قطارات المسافات الابعد وهكذا. فنظام المواصلات هنا من الحاجات النظيفه المحترمه يعني. الجو هنا برد طبعا هو برد بتاع اوروبا بس من كام يوم كانت درجه الحراره بالظبط في مصر وهنا في سويسرا واحد او في زيورخ والقاهره بالتحديد درجه الحراره كانت واحده ونفس سرعه الريح نفس كل حاجه. بس انا طبعا كنت قاعد متدفي. هم هنا متعودين على البرد وعارفين يتعاملوا معاه ازاي. والشقق معموله عشان شقق هو صغير الارضيات خشب كلها او حتى سيراميك بيبقى من نوع معين فبيبقى دافي. انما في مصر السيراميك بيبقى ساقع عاملين شقه 100 وكذا متر كلها فاضيه فبتلاقي صواريخ هواء في مصر يعني بتتلج. انت محتاج حاجه تدفيك. لا هنا طبعا كل بيت بتتدفى يعني. التلج نزل شويه هنا برضه كام يوم كده مش كتير في الكريسماس يعني يا دوب يعني حتى صوره بعد كده ساح. بس الطابع برضه بتاع البيوت هنا تقدر تقول ان هو في شبه يعني في اماكن تحس ان هي شبه القاهره القديمه كده. يعني لو رحت مثلا شارع المعز والحاجات دي اللي هو الشوارع الضيقه وجنبها كده تلاقي قصر بيت السحيمي هنا وقصر مش عارف ايه جنبك والارضيات الحجر والكلام دوت. في هنا حتت بالظبط نفس الشكل بس بدل ما هو مثلا ده بيت السحيمي لا ده قلعه مش عارف مين ولا كده نفس الشكل نفس الحاجه بالظبط يعني. وده طبق ده منتشر في المدن الاوروبيه القديمه كلها. بس يعني بس كده. لا هي تيسير يعني الف مبروك طبعا وبالتوفيق ان شاء الله. يعني انا مبسوط جدا ان برضو الواحد لما ياخد برسبكتيف كده عن التجربه دي دي كانت حاجه جميله جدا يعني. والله انا بس عايز اقول ملاحظه اخيره ان الموضوع ده بناء يعني كل الكلام ده خبرتي الشخصيه ده مش حاجه اوفيشال من جوجل عشان بس ايه محدش يعني ياخد يدي الموضوع اكبر من حجمه. بس لا وكمان انا انترستد ان احنا يعني عارف زي نقول ايه نبقى نعمل زي سينك اب كده كمان كام شهر ولا كمان كام سنه ولا سنه نشوف الاكسبيرينس عامله ازاي. لان هو دايما بيبقى الواحد لما بيروح في اول او ما بيبتدي في اي مكان جديد بيبقى لسه الدنيا يعني عارف مش واضحه. لما بترجع تاني تفكر ان ريتروسبكت على حاجات تانية حصلت قبل كده الموضوع بيبقى اوضح شويه. فدي كويس انها كانت زي نقطه تشيك بوينت كده ممكن نشوف بعد كام شهر كام سنه. ما اعتقدش ان يعني التيسير ان شاء الله الحمد لله يعني ضيف دائم عندنا يعني. فغالبا هنقابله تاني باذن الله ان شاء الله يعني. فهيكون كويس ان احنا نقارن نشوف
تقدم الموضوع عامل ازاي. طيب تاني مرة أحب نقول مبروك لتيسير ونقول له التوفيق إن شاء الله، وشكرا على وقته إن هو ادانا شوية وقت من وقته يعني، وإن شاء الله نشوفكم قريب بإذن الله في حلقة تانية بإذن من Ask Developer. لو عايز تتابعنا هتلاقي حلقاتنا على facebook.com/askdeveloper أو على askdeveloper.com أو على iTunes أو Stitcher، لو دورت على Ask Developer هتلاقينا. نشوفكم إن شاء الله على خير قريب بإذن الله، وتصبحوا على خير.